حكايتك مع الفن بدأت ازاي؟ انا كنت طبعا موظف في الشركة، كنت مهندس كهرباء. انا كنت غاوي الغنى الاول قبل التمثيل. فرحت جامعة اصدقاء محمد فوزي دي، وانا اثناء في جامعة فوزي استاذ صبحي نزل اعلان مطلوب وجوه جديدة عشان المسرح بالعربي الفصيح. اتقدم 1300 واحد، عملنا اختبارات طبعا ونجحت انا في وسط المجموعة دي. طبعا مننا منى زكي، فتحي عبد الوهاب، مجدي الكدواني، نشوى مصطفى، كانت مجموعه كبيره يعني. ومشيت بقى المساله، عملت بالعربي الفصيح. الاستاذ رائد رحمه الله شافني، خدني في ناس وناس مطرب الاخبار. بعد كده مشيت بقى الدنيا. اشتغلت انت عده مهن اثناء الدراسه مظبوط؟ اشتغلت ايه؟ يعني ده في اجازات. يعني اشتغلت مره في مصنع كرتون مثلا، اللي هو بيعمل على الكرتون بتاع التلاجة بتاع كده، تغليف على استنباط وحاجات. يعني كنت غاوي ان انا، وبعدين في الاخر بقى كنت في شركه مصر الالبان، كنت مهندس كهرباء فيها. ايه سر حبك يا محمد فوزي؟ انا عامه بحب الفن القديم. يعني بحب الحاجات القديمه كلها، حاجه الانديل والفوزي و و و ومن خلال التمثيل الحمد لله بيطلب مني مثلا غني حاجه هنا، غني حاجه هنا، غني حاجه. فنفعني برضو الورق. تفتكر لو كنت غنيك كنت هتبقى افضل منك كممثل؟ لا لا، يعني كاركتر بقى. لا طبعا. نسمع بقى، نسمع كده، سمعني حاجه بقى لمحمد فوزي. حبيبي وعينيا مثلا. حاضر، يلا اتفضل. حبيبي وعينيا لو في وسطي مية، حبيبي وعنيا عنيا لو في وسطي مية، ما يخفاش عليا عليا، ما يخفاش عليا، قلبي بيلمح طيفه ترارارا قبل ما عيني تشوفه، ده انا دايما اوصافه بتخايل فعنيا، ساعت لما يعدي فكري يجيبه يودي، ترارارا دقت قلبي تهدي تهدي، لما يمسي عليا عليا، لما يمسي عليا.